business. الاسماك اللحوم الاجبان هذه كلها منتوجات لازم يعرف المستهلك انها سريعه التلف، كي يروح يشريها دائما يتوجه الى الثلاجه ما يشريهاش من برا الثلاجه. ثانيا لما تكون مجمده يتاكد انها فعلا مجمده، ما لازمش يرفدها وهي جيده هكذا. ناكد دائما على اقتناء المنتوجات الغذائيه من اماكن مخصصه لها، من المحلات التجاريه اللي تحترم شروط العرض والحفظ.